مشاهدنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حسكم ولا أربعة. إن شاء الله نقضي أسبوع تكون خفيفة وظريفة. ثلاث وصفات بإذن الله إن شاء الله راح نشوفوهم مع بعض. تقدروا تشوفوا هذه الحصة مباشرة على الصفحة الرسمية الانستغرام لسميرة تي في كذلك، والأرقام الهاتفية ستظهر في أسفل الشاشة بإذن الله. راح نستقبلوا جميع مكالماتكم، الكراس والسيارة اللي تعودتوا عليهم باش تدونوا كل مقادير طريقة التحضير تاع الوصفات. اليوم إن شاء الله جبت لكم ثلاث وصفات. الوصفة الأولى راح تكون عجائن نحضرهم بصدر الدجاج والجبن الموتزاريلا بطريقة بسيطة، يجي بزاف خفاف. الوصفة الثانية راح تكون كيك يومي بمقادير بسيطة، والوصفة الثالثة راح تكون عصير التفاح والبطيخ كذلك والكيوي. يلا نروحوا مباشرة للوصفة الأولى. عندنا هنا حبة فلفل حلو حمراء قطعها مربعات، حبة بصل اللي راح نتسكرفجوها، كمية من الجبن الموتزاريلا. إذا كان عندكم هاد الطماطم الكرزية نستعملوها، لما كانش معليش. عندنا هنا تلتنة تاع التوم، صدر تاع الدجاج، وعندنا كاس ونص تاع القشدة سائلة. وراح نستعمل أنا هاد العجائن هامليك. يلا كي نقولوا عجائن رايحين ناخذوا طنجرة اللي نحطوا فيها شوية تاع الماء، ونحطوا شوية تاع الزيت هكذا، وشوية تاع الملح هكذا، ونروحوا نحطوا العجائن تاعنا يطيبوا. طيبوهم من 7 دقائق ل 10 دقائق ماشي اكثر، باش ما يتعجلناش هكذا. يلا ناخذوا اول اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم شيف. وعليكم السلام. واش راكي سيداتي لاباس؟ لاباس الحمد لله. والله غير الحمد لله. واش راهم ناس باتنا؟ لاباس بخير. الله يحفظك يطول عمرك. تفضلي سيداتي. واش راك طيب درك في المقارون؟ اليوم راح نديروا مقارون بطريقه بسيطه بسيطه وجو بزاف بنان. الو الو معليش انقطعت المكالمة. شوفوا هنا قلنا نغليو المقارون تاعنا ولا العجائن تاعنا، ونروحوا ناخذوا هنا صدر تاع الدجاج كما راكم تشوفوا هاوليك. يلا ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. واش راكي سيدة نادية لاباس؟ لاباس وانت بخير؟ والله غير الحمد لله. سؤال عليكم. الحمد لله. سؤال عليكم. الحمد لله. واش راك بخير؟ واش بنياتكم بخير؟ والله غير الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله كي راك بخير. والله العظيم غير الحصه تاعك غير هايله. الله يحفظك يطول عمرك. ما شاء الله على الطياب. ما شاء الله. والله غير انا ديما ندعو لك. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. والله خاصه من البن هذاك اللي درت لنا الجي تاع البن بالفلون. اها. والله الماكله تاعك نجربوا فيها دائما. الحمد لله الحمد لله بصحتكم بصحة والراحة. حبينا ماكلة خفيفة، حبينا ديرنا ليكغات تاع الخضرة تاع حبيناك ديرهم لنا. ما عليه ما يكون لا خاطركم. ما عليه. زيدي غير ليكغات. بخير لاباس. ليكغات لا ماكلت كاع شابة فارس والله العظيم من تاع ماكلت بكري من تاع ماكلت كاع ماكلتك ما شاء الله. الله يحفظكم. والله انا نجربوا فيها بالتدقيق. طول عمرك. شكرا. هاي الحمد لله كي راك بخير ولدي، وتسلم كاع على الناس الطاقم الجنود الخفاء. يلا شوفوا هنا سيدة سامية. قلنا ناخذ مقلة نحط فيها شوية تاع الزيت، ونحط هذا الصدر تاع الدجاج اللي كنت قطعته شرائح يكونوا يعني رايحين بالطول. هنا راح نزيد لهم هذا الصدر، راح نزيد له صدر ولا نزيد له حبة بصل قلنا تكون متوسطة تسكرفجوها. شوفوا معايا هنا هاي لك حبه بصل تكون متوسطه راح نسكرفجوها، نحطها هنا مع هذا الدجاج. نزيد زوج سنات تاع الثوم حتى ثلاثه طبعا يكونوا مسكرفجين، ونقلي هذا الرز ولا هذا الدجاج عفوا هكذا. هنا عندنا شويه تاع الملح، وعندنا شوية فلفل أسود. قلنا نخليو هذا الدجاج والبصل والثوم ملح فلفل كحل يتقلاو مليح هكذا. نزيدو هنا قلنا عندكم حبة فلفل حلو حمراء تكون كبيرة،
قطعوها مربعات هكذا. شوفوا هكذا بهذه الطريقه. دونك نخليو هاد الفلفل الحلو والبصل ثاني يتقلاو مليح. عندكم هنا جبن الموتزاريلا، واذا كان عندكم هاد الطماطم الكارزيه بالالوان كيف كيف تقدروا تزيدوها. هنا نشوفوا المقرون تاعنا الى طاب. ها ليك يلا نزيد لهم شويه برك ونحيهم. يلا شوفوا هنا هاي لك طماطم كرزية نزيدها بهذه الطريقه. ما حبيتش نفتح الحبه على زوجها، نخليهم هكذا. هكذا دوك نخليو هذا الدجاج يطيب. وفي الاخير عندنا كاس ونص تاع القشطه هاي اللي امامكم، عندنا جبن الموتزاريلا راح نزيدوه في الاخير ثاني كي يطيب المقرون، نخلطوا هذا الدجاج تاعنا مع بعض. هذه الوصفه الاولى شتو سهله بزاف بزاف، وبهذه الطريقه هذا العجين يجي بزاف بنان ثاني ويجي خفافه. يلا ناخذ اتصال ام عبد الرؤوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وشراكم يا ناس قسنطينه؟ لاباس صحتكم؟ لاباس الحمد لله. قولي لي كاش وصفه كي حابه نقدموها؟ والله غير تسد بك كل شك كفي مو فيك كما يقولوا، كل شك تقدم فيه الحمد لله. بارك الله فيك. الحمد لله. عاودي الحوايج اللي قلت لك برك عليهم وخلاص. ما كاش مشكل باذن الله. باذن الله ان شاء الله، ربي يعينك ان شاء الله وبارك الله فيك. بالله سلام لكل طاقم سميرة كامل، ربي يسلم عليكم. عبد الرؤوف وخاصة اللي تخبز مكالمات ياسين وامال. ولا شكون ياسين؟ ياسين اسلام. وامال اسلام. اسلام اسلام اه ياسين. اسلام اللي هدر معك اليوم. ايه ايه ان شاء الله. بارك الله فيك. سلام ليهم بكل. الله يحفظك. بارك الله فيك. ربي يبقى مستر ان شاء الله. ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين. امين ان شاء الله. بارك الله فيك ام عبد الرؤوف. يعطيك الصحه. شكرا لك. يعطيك الصحه مع الف سلامه. يلا راح نقدم لكم دوك احلى كيك طريقه بسيطه وحتى المقادير بسيطه. خلوني هنا برك نجيب الفوي هنا اللي ما عندكمش البيتران. راح نديروا طلعوا هذا هذا الكيك بالباتر عادي اللي عندكم في الدار. شوفوا هنا واش عندي. هنا عندي 4 حبات بيض، هكذا بهذه الطريقة. نزيدوا مع هاد 4 حبات بيض كاس تاع السكر، كاس اللي نشربوا به الماء عادي في الدار. نزيدوا هنا فانيليا، ونزيد هنا كاس تاع الزيت. يلا دوك نطلعوا هاد البيض والسكر والزيت مع بعض. الفرن تاعكم تسخنوه لدرجه حراره 180 ماشي اكثر، لانه الكيك شويه خشين باش ياخذ لكم وقت ويطيب من الداخل. انا ناخذ هذا القالب شوفوا اللي كنت دهنته ودرت له شويه فارينه، دهنوه بالزبده وديروا فارينه. نزيد هنا مبشور تاع حبه قارص. يلا لي باتي وعدنا نصفيوهم. نزيد هنا
تبعوا معايا أربعة مغارف كبار تاع جوز الهند. هكذا دوك نخلي هاد البيض والسكر يطلعوا مليح. من بعد عندكم كاس تاع حليب، نفس الكاس اللي كيلتو به الزيت رايحين تكيلوا به كاس تاع حليب. يلا نصفيو هاد لي باكس تاعنا. يلا هم لك لي باستا وعلى قلنا ما نفوتوش 10 دقائق باش ما يتعجلوناش. هنا قلنا نزيدوا كاس تاع حليب، وعندنا زوج كيسان تاع فارينة وكيس خميرة كيميائية. زوج كيسان فارينة اللي كيلنا بها كاس اللي كيلنا به السكر والحليب والزيت، كيلو به زوج كيسان فارينة. يلا ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك سيده عائشه. بك مرحبا. واش راكم لاباس؟ والله غير الحمد لله. واش راهم ناس البليده؟ الحمد لله لاباس والله الحمد لله. سؤال عليك. الحمد لله الحمد لله. هم قاعدين يسالوا عليك. الله يسلمك بارك الله فيك. سلمي لي عليهم. يسلمك يسلمك ربي يحفظك ويسلمك. شكرا يعطيك الصحه. تفضلي. والله غيرك منور الفرصه. الله يحفظك بارك الله في جوكم. يسلمك ماذا بينا دير لنا حصانات بريده ثانيه. واش حبيتي؟ قلت لك ماذا بينا دير لنا حصانات بريده. في بليده؟ وي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تعيشي طول عمرك. ولا اروع. الله يحفظكم. شكرا. الله يسلمك وراك منور الشاشه وراك ربي يحفظك ان شاء الله وربي يحفظ كل جدي. الله يحفظكم بارك الله فيكم. شكرا يعطيكم الصحه. تفضلي. ما تجيبوا لنا سيري ما يعلي. وش بها سيده سيري ما يعلى؟ بتجيبوها تسمعكم في الحصه ان شاء الله. راهي تسمع فيك ان شاء الله وتلبي الدعوه ومرحبا بها في اي وقت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. مش راح نقول لك كيفاش. تفضلي. يجيب فضلك ان شاء الله. ديري لنا الواجبات خفيفه خفيفه تاع تاع الصيف. تاع الصيف. تاع الصيف. ما عليه. نبغي لها تكون خفيفه هكايا. بدك وصفة تكون خفيفة. اها. تكون خفيفة تاع الصيف تاع تاع البحر تاع هاك تعرف دوك الصيف ما يقدروش ياكلوا حاجة تاع المرقة حاجة تاع. حاجة خفيفة دوك ما كاينش. حاجة خفيفة. سخانة ما ناكلوش حاجة ثقيلة صح. ما كاينش مشكل. ما كاينش مشكل سيدة عائشة. نسيت المقلوب تاعك ولا أروع. الحمد لله الحمد لله. وال عبالك وصفة تاعك. كان نسيتهم ولا غير الجو ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. ما كانش حاجه اللي درتها وما تحديش كاع نتشولي في الوسط التوعد. الحمد لله بصحتكم. وسكرتو قلب اللون، قلب في رمضان درت به حاله. اي الحمد لله بصحتكم. بصحتكم بالصحة والراحة إن شاء الله. إن شاء الله وربي يحفظك إن شاء الله وربي يحفظ اليوم معك كامل تسمايا. الله يحفظك كامل راهم يسلموا عليكم. الله يسلمك وان شاء الله زيدونا من النجاح ان شاء الله. بكم انتم شكرا. يعطيك الصحه. شكرا. يسلمك يسلمك بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. مع الف سلامه. شكرا سيده عائشه. شكرا. يعطيك الصحه. شكرا. هذا هو الكيك تاعنا. شتو سهل بزاف وريحته ما شاء الله. شوف هكذا. يلا رايحين ندخلوه للفرن
قلنا على درجه حراره 180 درجه وتخليوه يطيب في غردو هكذا، ونخليوه يطيب. دونك نخليو هذا الكيك تاعنا يطيب، قلنا مده حتى ل 45 دقيقه. تخليوه يطيب في غردو، كيفاش تعرفوا بالكيك تاعكم طاب؟ راح ندخلوا موسي لخرج ناشف، عرفوا باللي طاب. يلا دوك هنا واش راح ندير؟ شوفوا هنا، الدجاج تاعنا نخليوه يطيب. واش رايكم نروحوا الوصفه الثالثه اللي هي عصير، بما انه رانا في وقت يعني سخانه، دونك نستهلكوا بزاف العصائر. يلا نروحوا نعطيكم عصير اللي راح نديروا فيه البطيخ اللي راهو موجود. هاوليك حطيته يبرد، وعندي زوج حبات تفاح وواحد زوج حبات كيوي، وطبعا شويه ماء بارد وشويه تاع سكر. هاوليك شويه بطيخ، زوج حبات كيوي، زوج حبات تفاح قلنا، وعندنا شويه تاع كيوي، زوج حبات كيوي. شوفوا ها، شوفوا واش ندير. نحط شويه تاع الماء، نحط البطيخ تاعي طبعا يكون بارد، هذا باش هذا العصير رايحين تشربوه مباشرة لأنه كلش راهو بارد. هكذا نزيد، قلنا هنا زوج حبات كيوي، هكذا هكذا ناخذ التفاح. شوفوا هنا بلا ما نقشروه، شوفوا نغسلو مليح برك ونقطعو، قال ما نقشروهش، هكذا فيه فايده اكثر واكثر. ومن الاحسن تاخذوا هذا التفاح الاحمر ريحته ما شاء الله. شوفوا ها هكذا، شوفوا هنا خديت حبه برك، دوك نلحي هادو، نزيد هنا شويه سكر، عندكم واحد نص كاس تاع سكر. يلا شوفوا معايا هنا، قلنا نزيدوا السكر، يلا ونرحيو. يلا دوك نزيد هاد الحبات تاع التفاح اللي قالت لي، شوفوا هكذا. قلنا ما تقشروش التفاح تاعكم، ها خليوه كيما راه. قلنا عصير اليوم بالتفاح والبطيخ والكيوي. خليوه يترحم مليح. يلا ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام، واش راكي؟ عبد الله واش راكي؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. راكم مليح؟ والله غير الحمد لله. واش راكم نتوما؟ والله غير لاباس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
الله راه حبيت نشكرك على الوصفات يعني ما شاء الله الله يبارك يطول عمرك بارك الله فيك والله غير نتبعوا فيك ونسيوا الوصفات تاعك يعني ما شاء الله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله الله يبارك قولي لي واش جربتي ام عبد الله واش جربتي كامل عندك دايما ولا غير جربت الكغاتة تاع القرعة اللي درتها ايه هذيك الكغاتة شوف ولادي قام يحبوش ياكلوا القرعة بصح كي درتها كغاتة كلاوها الحمد لله الحمد لله كلاوها صحتك والله غير يسلمك الله يسلمك يطول عمرك نجرب ولا نجرب من ذاك هكا كي تعجبني حاجة ونشوف ولادي واش حبوا ياكلوا كي ما يحبوش ياكلوا لي صحيح خيروا ما ياكلوليش الخضرة هكا ما يحبوش اه يخيروا صح ايه يتشرطوا كما تقول يتشرطوا يعطيك الصحة بارك الله فيك ونشكر قناة سميرة يعني ما شاء الله ونبعث تحية لسميرة سميرة شكرا لك ونقول لها زيد لك شوية الوقت نص ساعة وما هيا خلاص هي تسمع فيك ها قل لها زيد لك الوقت نص ساعة كان وصفات يشدوا اليد صح كان يشدوا يعني اليد يعني ايه كان يشدوا اليد يعني زيد لك نص ساعة هكا انت ما انت كنا براحتك ما نجريش في كوزينك المهبول ايه ما تجيش تلخرش كيف تبدا تجري ان شاء الله تبدا تجري كي يلحقك الوقت زيد لك نص ساعة هكا باش دينا وصفات يعني ما نحبش تخلص لي الساعة هذيك ونكون مازال ما كملتش الوصفة ايه صح والله غير يعني ما شاء الله ونشكر قناة سامية بالبزاف على البرامج تاعها يعني ما شاء الله يعني راهي في القمة يعني ما شاء الحمد الله الحمد لله ان شاء الله وقلت لك ونبعث تحية كامل ليكي بالصفرة والزرقاء والحمراء والحمراء نبعث لهم تحية كامل كامل طاقم سميرة بارك الله بارك فيك بارك الله فيهم عن المجهود اللي داروا هذا العام يعني ما شاء الله الحمد شاء لله الله. الحمد لله ما شاء الله الله يحفظكم بارك الله فيك شكرا الله يسلمك على خير تعيشي مع ألف سلامة شكرا شكرا يلا شوفوا هنا أنا زدت القشدة السائلة وزدت الجبنة الموتزاريلا نقص شوية النار هكذا ونخلي حتى هذا الجبن يذوب شوية وتكون الوصفة تاعي واجدة وسهلة بنينة 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 بزاف 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 هذا بالنسبة لباس تاعنا هذا هو العصير اللي درناه اليوم شوفوا يجي بزاف هايل ويجي بزاف بنين وبارد بسم الله ولا اروع يلا مشاهدينا الكرام هذوما الوصفات تاعنا هنا اليوم الكيك تاعنا راهو في الفرن هذا راح يذوب ويكون واجد العصير راهو واجد خليكم بعد الفاصل راح نتلاقاو ونشوفوا الوصفه تاعنا حاضرين وجاهزين امامكم خليكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا الوصفات نهار اليوم راهم حاضرين وجاهزين امامكم الوصفه الاولى اللي كانت عباره عن عجائن اللي كنا درناهم بالدجاج والقشده السائله امامكم بزاف بنان ذوقوهم وقولوا لي واش رايكم في هذه الوصفه والوصفه الثانيه اللي كانت عباره عن كيك بمقادير بسيطه وحتى طريقه التحضير تاع هذا الكيك بسيط كذلك تخليوه يطيب وتقدر ديروا له شويه تاع سكر كلاص كيما كنتوا تشوفوا وتقدموه والوصفة الثالثة اللي كانت عصير اللي كنا درناه بالتيخ وكذلك التفاح والكيوي ان شاء الله تكونوا استمتعتم بهذه الوصفات راح نتلاقى بكم غدا ان شاء الله نفس التوقيت نفس القناة من هذاك الوقت قليل نقول لكم سلام